إذا بدنا نكمل هلا نفس هذا السؤال بدنا نكمل عليه بدنا نعيد هاي المسألة بس الآن ما بدنا نطلع إيتا at 100% load بدنا نطلع إيتا at 50% load. هلا هون النقطة المهمة when the load drops to 50% of full load the voltage is constant مش هيك ما غيرنا ال voltage the voltage is constant then the current drops لايش 50% to 50% of its full load value فكأني عمالي بقول I new مثلا I P new بساوي نص I P أو I P 50% 50% IP 50% تساوي نص IP 100% منطقي؟ لأنه VP ضل نفسه لما نزلنا اللود ما نزلنا فيه نزل اللود اللود هون خف مين اللي خف حتى خلى اللود ينزل للنص؟ مين اللي تغير؟ اللود اللي هون المحول ما تغير إشي فيه بس لما تغير اللود للنص صار الحمل على المحول نص الحمل الأصلي فالكرنت نزل لنص قيمته الأصلية لكن نتذكر but الكوبر لوسز مع ايش بتتناسب مع I ولا مع مربع I proportional to I square إذا مربع النص قديش مربع اللود ربع so إذا الكوبر لوسز drop to راح احطهم 0.5 واربعها شو بتعطيني نص في نص of their full load value واضح نزل اللود نزل للنص فالكرنت نزل للنص بس الكوبر لوسز تناسب مع مربع الكرنت فالمربع الكرنت لما نزل للنص الكوبر لوسز راح تنزل راح تنزل نص تربيع فتنزل ربع قيمتها الاصليه اذا الكوبر لوسز قديش كانت الكوبر لوسز هناك عندي شوفوا شو راح احط راح احط بي كوبر وراح احط هذه الشحطه وايش راح احط جنب الشحطه at 100% load ايش بتساوي كانت 1500 مش هيك او 1.5 كيلو وات اذا بي كوبر ايش راح احط هون 50% بتساوي نص تربيع بي واضحة هاي اللي عملته هون ايش عملنا هون الكرنت نزل لنصه فالكوبر لوسز بينزل لربعه لو نزل لربعه بده ينزل لربع ربع 1/16 من الفاليو اذا بي كوبر لوسز 50% تساوي 25% من 1500 قديش تصير 370 75 تمام هذا الجزء الاول طيب شو بصير بالايرن لوسز او الكور لوسز لما ينزل اللود ما بتغيره اذا عندي بي بات بي ايرن is independent of load P ion is independent of load إذن P ion 100% شو بيساوي P ion 50% بشرط إيش يضل constant إيش لازم يضل constant حتى الـ ion losses ما تتغير الشغلتين كان تتذكرين حكيناهم قبل شوي الماجنتيك فلوكس دنسيتي والفريكونسي ما دام ما تغيروش الماجنتيك فلوكس دنسيتي وما تغيرتش الفريكونسي ما راح يتغير الايون راح يضل الايون لوس اذا الايون لوس اذا ايش راح تضلها قيمتها؟ 1 كيلو وات اذا بي ايون ات 50% راح تساوي نفس القيمه راح تضلها اللي هي 1000 او 1 كيلو وات
ايش راح يصير في بي اوت؟ بي اوت اللي كانت عندنا موجوده هون، ايش كيف راح تتغير قيمه بي اوت؟ راح تضلها نفسها؟ النص راح تنزل؟ النص اذا بي اوت بعد 50% تساوي 0.5 في 170 كيلو وات. قديش نص 170؟ 85 كيلو وات. اذا صار عندي هاي بي اوت قديش اللوسز؟ اللوسز اللي هي 1 كيلو وات و375 وات والاوتبوت 85، ايش بقدر احسب؟ بقدر احسب البي انبوت. فالبي ان ات 50% بتساوي 85 زائد 0.375 زائد 1 بتصير 86.375 كيلو وات. فايتا الافشنسي at 50% شو بتساوي؟ بتساوي 85 على 86.375. قديش هاي؟ قديش هاي صفوان؟ 85 على 86.375 قديش كانت هون الافشنسي؟ 5 هون نزلت. في اوبتيمم افشنسي راح نلاقيها، في اوبتيمم افشنسي راح نحسبها، ايمتى تكون الافشنسي احسن قيمه او اعلى قيمه يعني. Thank you.